كرة طويلة، رامي جريدي ثم جونيور أجاي قدم مباراة طيبة اليوم الحقيقة في الخط الأمامي للنادي ريفيس فيقسي، ويعني كان مصدر من مصادر زوز أهداف اللي تسجلوا للنادي ريفيس فيقسي، خاصة الهدف الأول، ولو أنه في الهدف الثاني التمريرة الأولى كانت من جونيور. كرة عند النادي الصفاقسي، ياسين مرياح يعمل مراوغة يدخل داخل مناطق الجزاء، يسدد باليسرى وأيمن بن أيوب يسدد، أيمن بن أيوب يرجع الكرة، من حسن حظه كانت عند الدفاع، وعلي معلول يرجع الهجوم للنادي ريفيس فيقسي، ريمون يخرج علي معلول ممتازة، يوزع وماهر الحناشي بالراس والعارس مرة أخرى، والكرة الثانية والهدف الثالث، الهدف الثالث عن طريق جونيور أجاي في الدقيقة الأخيرة، الدقيقة 90، الدقيقة الأخيرة وهدف ثالث بعد ضغط من النادي الرياضي الصفاقسي في مرة أولى، ومرة ثانية يتسدى أيمن بن أيوب، والثالثة كانت في الشباك عن طريق جونيور أجاي. وهذا اللاعب كنت تحدث عليه منذ قليل، قلت أعطى إضافة كبيرة اليوم في الخط الأمامي، وفعلا ترجم ذلك بهدف جونيور أجاي، سجل هدف آخر في سجله مع النادي الرياضي الصفاقسي. ولا شوفوا كرة الحناشي على العارضة الأفقية ترجع، ثم مجدي المسراتي، واللمسة الأخيرة كانت من جونيور أجاي، هو اللي حط الكرة في الشباك وسجل الهدف الثالث لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، ثلاثية نظيفة. وشوفوا جونيور أجاي في المكان المناسب، يغالط الحارس أيمن بن أيوب ويعلن عن هدف ثالث ينتصر به النادي الصفاقسي. قولوا